بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الاعدادي، ان شاء الله باذن الله ناخد اول درس في الهندسه النهارده، وهو تساوي مساحتين متوازيه الاضلاع او مثلثين. تمام، النهارده هنتكلم على مساحه متوازي الاضلاع. ده اول درس عندنا. اول نظريه بتقول لك إن سطحة متوازية الأضلاع المشتركين في القاعدة والمحصورين بين مستقيمين متوازيين إحداهما يحمل هذه القاعدة متساويان في المساحة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بالمنظر اللي قدامي ده، لو أنا عندي أ ب ج أو أ ب ه د و أ ب ج ه متوازية أضلاع، تمام؟ فإذا كان أ ب بيوازي ج د، يبقى في الحالة دي مساحة المتوازي أ ب ج د بتساوي مساحة المتوازي أ ب د واو، لأن أ ب قاعدة مشتركة و أ ب بيوازي ج د. طيب تعالى كده نشوف في المثال اللي قدامك ده، بيقول لك في الشكل المقابل أ د بيوازي ب واو، أ ب ج د و أ ه واو د متوازية أضلاع. برهن أن مساحة الشكل أ ب ج م تساوي مساحة الشكل د واو ه م. طيب تعالى كده نتكلم ونطبق النظرية اللي فاتت. أنت دلوقتي عندك أ د بيوازي ب واو، يبقى في الحالة دي وعندك أ د قاعدة مشتركة، يبقى مساحة المتوازي أ د ج ب، أو ممكن أقول أ ب ج د، هتساوي مساحة المتوازي أ ه واو د، لأن أ د قاعدة مشتركة و أ د توازي ب واو. طيب لما نيجي بقى نحذف مساحة المثلث أ م د، لأن المساحة ديت اللي هي متظللة ديت مساحة مشتركة في المتوازيين، هينتج إن مساحة الشكل أ ب ج م هتساوي مساحة الشكل د واو ه م، زي البرهان اللي إحنا مكتوب وهنشوفه دلوقتي. يعني هنا أ ب ج د و أ ه واو د مشتركان في القاعدة أ د، وعندك أ د بتوازي ب واو، يبقى في الحالة دي مساحة المتوازي أ ب ج د هتساوي مساحة المتوازي أ ه واو د. بحذف مساحة المثلث أ م د من الطرفين، هينتج إن مساحة الشكل أ ب ج م تساوي مساحة الشكل د واو ه م. مثال تاني أو نتائج، تعال نشوف أول نتيجة بتقول لك إيه. مساحة متوازي الأضلاع تساوي مساحة المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين. طيب ومساحة المتوازي طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها، وعندك متوازيات الأضلاع المحصورة بين مستقيمين متوازيين وقواعدها على أحد هذين المستقيمين متساوية في الطول، متساوية في الطول تكون متساوية في المساحة. طب تعالى نشوف بقى الكلام ده، وأهم نتيجة عندنا اللي هي مساحة المثلث بتساوي نص مساحة المتوازي المشترك معه في القاعدة والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين إحداهما يحمل هذه القاعدة. يعني في الشكل المقابل، لو أنت عندك أ ب ج د متوازي أضلاع، وعندك ه بتنتمي لأ د، يبقى مساحة المثلث ه ب ج تساوي نص مساحة المتوازي أ ب ج د. وانت عارف طبعا من قاعدة قديمة ان مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. طب تعالى نشوف الكلام ده، بيقول لك في الشكل المقابل عندك أ واو يوازي ب ج، و أ ب ج د و ه ب ج واو متوازية أضلاع. اثبت ان مساحة المثلث أ ب لام تساوي نص مساحة المثلث ه ب ج واو. طيب تعال نشوف المسألة اهي مرسومة قدامك تاني، وتعال نتكلم على البرهان. انت عندك في الشكل ده اتنين متوازي أضلاع أ ب ج د و ه ب ج واو مشتركان في القاعدة ب ج، و ب ج بيوازي أ واو، يبقى مساحة المتوازي أ ب ج د هتساوي مساحة المتوازي ه ب ج واو. تمام. طيب عندك بقى المثلث أ ب لام والمتوازي أ ب ج د مشتركان في القاعدة أ ب، وأ ب بتوازي د ج، يبقى أنا عندي مساحة المثلث أ ب لام هتساوي نص مساحة المتوازي أ ب ج د. من واحد واتنين هستنتج إن مساحة المثلث أ ب لام هتساوي نص مساحة المتوازي ه ب ج واو. في الشكل المقابل عندك أ ه عمودي على ب ج، أ واو عمودي على ج د،
ألف ب ج د متوازي أضلاع، ألف واو بيساوي 30 وج د 50 وألف ه ب 40. عايزين طول ب ج. طيب أنت عندك مساحة المتوازي أصلا طول القاعدة في الارتفاع، يبقى مساحة المتوازي هتساوي ج د في ألف واو، يعني 50 في 30 هتساوي 1500. وبرضه مساحة المتوازي ممكن ناخد ب ج هي القاعدة، فساعتها هيكون ألف ه هو الارتفاع. يبقى مساحة المتوازي ب هيساوي ب ج في ألف ه، ب ج مش عارفينها فألف ه ب 24. المساحة ديت المفروض إن هي هتساوي 1500. هنقسم 1500 على ال 24، يبقى أنا عندي ب ج بتساوي 62.5.